أنا لها. أنيتا منظفة المطاعم في المجمع، مسكينة فقدت توازنها وطاحت على الأرض وطاح كل الأكل معاها. هل في أحد بيقول أنا لها وبيساعدها؟ خلينا نشوف. مشى؟ ما في أي رجل فعل؟ ركبوا من فوق الصينية ومشى. هل عالي بيساعدونها؟ راحت طيحة قوية، معقول ان العائلة ما سوت ولا شيء، في واحد من بعيد ساعدها. ايش ما فهمت ردة فعل، بيساعدونها؟ قال لهم ساعدوها. اوكي. يسألون عنها. شوفوا اليوليات من وين يال؟ شكرا حبيبتي. ما اصدق من وين ياليال ذيلا؟ يو ناس ما نعرفهم بعد. شكرا. تعالوا. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونكم؟ طيبين؟ الابو قال حق بنته ساعدوا المره انا ما اقدر المشي. اي والله. انتوا ليش ساعدتوها؟ عشان هي مسكينه طاحت ساعدناها. ثانك يو فور هيلبينج. مين علمكم هالشيء؟ خالتي قالت لي في وحده طاحت لازم تساعدونها عشان الله يعطيكم اجر. هذه لما تربي عيالك صح من غير ما تقول لهم يساعدون يروحون يساعدون.